دكتور وليد، تعليق حضرتك ايه على القصة دي؟ لان واضح الناس ما بتتعلمش. شفنا مستريحين بينصبوا في حاجات كتير جدا، مستريح عقارات، مستريح فراخ، مستريح قاعات افراح، تكييفات. دلوقتي بنشوف النصب على الانترنت، والحقيقة حاجات مش منطقية. لما نيجي نشوف طريقة المكسب اللي بيوهموا بيها الناس غير منطقية، ولكن الناس باعت ذهبها. ستات، واحد حط اللي حلته، ناس استلفت وخدت قروض، وناس كتبت شيكات على نفسها. فايه الباعث، ايه الدافع اللي بيخلي الواحد يعمل كده؟ اولا طبعا انا بشكرك على تبنيك لهذه القضايا وهذه الموضوعات، وفي نفس الوقت انا شايف من لهجه حضرتك ولهجه سياده النائب حقيقه في الكلام حزن، ومن حقنا الحقيقه ان احنا نزعل على يعني المواقف اللي بتحصل دي، خاصه ان هي بتتكرر باشكال مختلفه زي ما حضرتك طرحت. بنخش من مستريح لمستريح، فالفكره دلوقتي ان المساله بقت مرتبطه بمستريح جديد، هي المستريح الرقمي. هي اسبابها طبعا يعني الكسب السريع، البعض الناس بتبحث عن الكسب السريع باي شكل. في نفس الوقت هم بيعتمدوا على حاجه مهمه جدا، فكره الاقناع. وانا بكلمك عن سمات النصاب نفسه، النصاب بيعتمد على فكره الاقناع، لان هو بيديله زي بالبلدي كده بيرمي له الطعم، بيقول له خد ادفع ويستلم ويوصل عند حاجه هم بيسموها نفسهم في النصب الرقمي والنصب الالكتروني النقطه الحرجه. ايوه، عندي مبلغ معين قدر يوصل له وجمعه، مش هيرد المبالغ ويبدا يتحرر ويبدا يقفل التطبيق ويروح يدور على حاجه ثانيه. فالنقطه دي مرتبطه بسمتين، بواحد مجرم عنده قدره على الاقناع وقدره عاليه على استخدام التقنيه واستخدام التكنولوجيا، وعنده راس مال على فكره، ودي نقطه مهمه جدا ان هو عنده راس مال كبير بيتحرك بيه، معاه فلوس. تمام، لان خلي بالك عشان يقدر هو يدينا الفلوس دي، او واحد يدفع 1000 يديله 1200 في مره، يعني هم بيتحركوا برؤوس اموال على ما يجيب رجل الزبون. يعني بالظبط، يعني مساله كبيره فعلا. ارجع لسمات الضحيه اللي حضرتك قلت عليها. اولا بيبقى عنده سمات نفسيه في حته اللي يعني اولا ما عندوش يعني مش عايز اقول ثقه بالنفس، ولكن هو ما عندوش القدره على الكسب بالطرق الطبيعيه العاديه، فيبحث عن الكسب السريع. ثانيا فكره التقليد، الناس بتقلد بعضها. وفي حاجه احنا انا مش عايز اتكلم باسلوب صعب، ولكن في فكره الخداع الجمعي. انا ما اتخدعتش لوحدي، ده انا اتخدعت انا وده انت. انا دفعت 1000 خدتهم 1200، فبقول لاخويا واختي وجاري وزميلي في الشغل ونبدا الشبكه تنتشر. وانا الحقيقه انا مبسوط جدا من لفظ حضرتك استخدمته ويفسر كل حاجه. قلت هي مساله شجره، الشجره دي بتقعد تفرع 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 وبيجيبوا الناس من الشارع. الحقيقه المره دي هم بيجيبوا الناس مش من الشارع الواقعي، هم بيجيبوا الناس من الشارع الرقمي، لان اصبح هذا المفهوم موجود، وهو ده المجال اللي هم بيعملوا فيه عمليه التصيد بتاعتهم، بيرموا فيه شبكهم ويبدا يصطاد من خلال هذا الواقع الرقمي. هي الارقام اللي هي يعني تم ضبطها من كميه الهواتف المحموله اللي معاهم. أيوة، بتبين ان المساله مش مساله محليه فقط على فكره، خالص. 95 موبايل، 3367 خط محمول، رقم رهيب. حاجه صعبه. 9 اجهزه مودم، 7 حاسب آلي، 39 شاشه كمبيوتر. حاجه صعبه جدا، يعني 41 كارت ائتماني لبنوك خارج مصر عشان يحولوا عليها الفلوس. يعني حاجه صعبه طبعا، صعبه وكبيره ومبالغه. وسيادتك قال حاجه مهمه جدا، احنا مش هنقدر نوصل كمان لدي ارقام كبيره جدا، مش هنعرف نوصلها، لان في بعض الناس هتتخوف، لان دي تجاره في عملات مشفره هيعاقب عليها القانون. ففي بعض الناس ابلغت وبعض الناس ما ابلغتش، الارقام الحقيقيه هي كبيره، وده الحقيقه يعني بيحكموا اطماع وخداع، يعني بصراحه شيء فاق على الحدود او فاق على الحد. اكيد هيبان اي عقل واي منطق، يعني اكيد هيبان بتحيات، خصوصا ان هم كانوا بصدد، زي حتى ما قالت وزاره الداخليه في تقريرها ان هم كانوا بصدد اطلاق تطبيق الكتروني اخر تحت مسمى ريو. ده عملوا تاني. والمساله مش مرتبطه بالتطبيقين دول على فكره، في تطبيقات كتيره وبيتم مزبوط. على فكره ضبطها، وهي بتعتمد على فكره الاخفاء وفكره التمويه على فكره. تمام. يعني وبيغير الاسم باستمرار، ممكن يشتغل يجمع جزء ويخرج ويطلع ويخش تاني على فكره، يخش منصه تانيه. تمام. باسم تاني. هم ليهم حيل وليهم يعني اساليب كتيره.